يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده السادسه، تحياتي لحضراتكم. مصر كلها في الانتظار، الناس كلها مستنيه الظهور الاول لمنتخب مصر تحت قياده كارلوس كيروش. والحقيقه يمكن الظروف صعبه، لكن خلينا نبقى متفقين بدايه، ما تستناش كتير، يعني ما تتوقعوش انه يبقى في النقله النوعيه، يبقى في الطفره. ما فيش مدرب في الدنيا، مع كامل التقدير والاحترام طبعا لاسم كارلوس كيروش، احنا اتكلمنا على السي في بتاعت الراجل وقلنا انه الحقيقه عنده مشوار محترم جدا سواء مع الانديه او مع المنتخبات، لكن ما فيش مدرب في الدنيا. يعني لو جبت النهارده بيب جوارديولا، لو جبت النهارده يورجن كلوب ومسكته منتخب مصر، ما تتوقعش انه هتشوف منتخب جديد. في النهايه ممكن يبقى فيه بصمه خفيفه، ممكن يبقى فيه شكل معين، لكن ما هياش الطفره المهوله. وخلينا نبقى متفقين، نتكلم بمنتهى الصراحه، يعني الفرقه اللعيبه قبل الجهاز الفني ليهم دور، طبعا ليهم دور، لكن اقصد اقول الجيل ده من اللعيبه، خصوصا ان في منهم كتير ممكن ما يبقاش عنده فرصه انه يلعب كاس عالم تاني. مفيش فريق ومفيش لعيب عايز يوصل كاس العالم يبقى قلقان من مباراه زي مباراه ليبيا. ليها مشاكلها وليها حساباتها ومجموعه اتعقدت الحسابات بتاعتها بسببنا احنا مش بسبب حد تاني، لكن في النهايه اللي عايز يروح كاس العالم، اللي عايز يلعب مع الكبار، اللي عايز يلعب مع البرازيل والارجنتين والمانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والناس اللي في حته تانيه دي، بالتاكيد لابد انه مش بس يتخطى ليبيا، لكن الحقيقه كمان يتصدر مجموعته بمنتهى السهوله ويروح بقى للقاء الكبار، لان هي دي التصفيات الحقيقيه. التصفيات اللي احنا يعني بنتكلم عليها دلوقتي هي مش محك الحقيقه ومش مقياس. مفترض طبيعي جدا انك انت تتصدر فيها المجموعه، لكن بعد كده تروح للصعب عشان ان شاء الله تروح للاصعب في كاس العالم. كل التوفيق لمنتخب مصر. النهارده اكتملت القائمه وهنتكلم مع حضراتكم ونتابع طبعا الساعات منتخب مصر اللي بالمناسبه منتظر انه كارلوس كيروش يحط تشكيلته النهارده، وهنروح طبعا نتابع فرقتنا، هنتابع فريق الاول للنادي الاهلي ونتعرف على اخر اخباره.